باعتبار الفن رسالة، فعلى الفنان أن يتمم هذه الرسالة بالتواصل مع الناس. ما بيكفي أنه العمل الدرامي يصل للناس عبر الشاشة، الممثل لازم يعمل هذا الكونتاكت بينه وبين الناس ويعمل هذا التواصل. فنحن لما حسينا أنه مسلسلنا أو الدراما العربية السورية وصلت للناس ووصلت بشكل جيد وجميل، حسينا من واجبنا أن نروح نحن أولاً نجي نشكر هدول الناس يلي أعجبوا بهاي الدراما ونشكر إعجابهم ونشكر تواصلهم معنا شكر كبير، ونقول لهم أنه نحن مدينين لهم لتواصلهم معنا، ونوعدهم أنه إن شاء الله منقدم دراما أفضل وأفضل وأفضل.